نبتدي مع حضراتكم أخبارنا، وأول خبر من حريق المسكي. وزير التضامن توجه بحصر خسائر حريق المسكي ومساعدات للمتضررين. أما محافظ القاهرة فيشكل لجنة هندسية لفحص عقارين بالمسكي بعد حريقهما. للأسف حريق المسكي ده أمر متكرر، أقدر أقول إنه بيحصل للأسف كل سنة. ليه؟ لأن في ضغط كبير جدا على الأماكن هناك، كل عمارة هناك فيها عشرات المحلات وعشرات الناس، كل ده بيبقى مشغل تكييفات، كل ده بيبقى مشغل إضاءات، كل ده بيبقى يعني لا يتبع السلامة في الشغل بتاعه. طبعا السلوك بتاعة الكهرباء دي بقى لها عشرات السنين، انت بتتكلم في منطقة عمرها أكتر من 100 سنة، وهي المنطقة الأكثر شهرة في مصر، هي المنطقة الأكثر ازدحاما في مصر. أنا شايف أن الحادثة دي بتتكرر كل سنة للأسف، العشرات بيبقوا ضحايا، فنشكر ربنا أن مبقاش في ضحايا يعني من البني آدمين، لكن بيبقى في ضحايا كتير جدا لفلوسهم وأموالهم ورأس مالهم بتروح، ومحدش طبعا هيعوضك ازاي، يعني مين هيعوضك تمن البضاعة اللي بتتحرق. الحل ايه؟ الحل في حلول كتيرة جدا بيتم طرحها من عشرات السنوات لكن ولا مرة بتحصل. انا اظن ان بقالنا اكتر من 20 سنة وحكومة تتوالى وراء حكومة بيقولك احنا عايزين ننقل المسكي، وبالتحديد في الناحية اللي ناحية شرق القاهرة اتكلموا عليها اكتر من مرة، تقريبا كانت مدينة بدر او بجوار مدينة بدر كان ده الموقع يعني اللي كان يفترض ان يتم نقل فيه المسكي، لكن ما بيحصلش اي حاجة، ما بيحصلش لا نقل للمنطقة ولا حتى اعادة تأهيل للمنطقة. يعني ايه اعادة تأهيل؟ اعادة تأهيل للكهرباء اللي داخل الحيطان، إعادة تأهيل لأن يعني يبقى في الحيطان نفسها تبقى ينفع ان هي الناس تتعامل. انتم متخيلين يعني ايه عمارة مبنية بقى لها اكتر من 100 سنة والاف طالعة ونازلة فيها كل يوم؟ عشان طبعا ده المكان، انت المسك ده سوق مصر كلها بتشتري منه، كل محافظات مصر كلها بتيجي المسكي وتشتري، لكن المكان أصبح متهالك بكتير جدا، مع أن يعني الناس اللي هناك بيبقى يعني أصحاب رؤوس أموال ورجال أعمال وكذا وكذا وكذا، لكن في نفس الوقت قاعدين في أماكن متهالكة وجار عليها الزمن. هل هيتم بس مجرد صرف التعويضات ويعني معرفة أسباب الحادث واللي غالبا بترجع لأسباب خاصة بالكهرباء أو أسباب خاصة أن حد شغل حاجة جايبة نار، ويعني هل ده هيبقى الحل ولا في حلول تانية؟ هل ممكن نسمع في وقت من الأوقات أن يتم نقل المسكي بسوق حضاري أشبه بسوق العبور اللي تم نقله من أكتر من 20-30 سنة ولا لا؟ يعني هل ممكن يحصل إيه الفترة اللي جاية؟ كلها علامات استفهام الحكومة اللي تجاوب عنها. وهل الناس لما احنا نقول يتم النقل ويتم تخصيص أماكن أرقى وأفخم وأجمل وتأهيل ليها المواصلات وكل حاجة ولوجستيات ويبقى كل حاجة تحت أمرهم، هل الكلام اللي أنا بقوله ده بيزعل الناس اللي بتشتغل في المسكي ولا لا؟ معرفش، بس احنا دايما بنتكلم على المصلحة العامة، فبنتمنى ان الكل يبقى بخير، وربنا يحفظ يا رب كل البياعين وكل الناس وكل اصحاب المحلات واصحاب الفرش في المسكي، ويحفظ الناس كلها. بصوا، زي ما في خسائر كل سنة بتحصل، دول حريقة بتحصل كل سنة، مش عايزين خسائر في الارواح، يعني نفسنا يبقى في حل قبل ما الخسائر تبقى اكتر، وبدل ما هي في الفلوس وفي البضاعه تبقى كمان في الارواح. هنروح لخبر تاني، يعني كتير من حضراتكم بيستنى الاخبار بتاعت وزاره الاسكان، فالخبر ده خاص بسكن لكل المصريين لكن تحديدا في اكتوبر. انا بس نفسي اقول حاجه، على قد ما المبادرات دي فعلا فعلا هي اكتر من رائع، وزمان قبل موضوع المبادرات الرئاسيه وسكن لكل المصريين وجنه والحاجات
اللي خاصة بقى بالناس محدودي الدخل ومتوسطي الدخل وكل الحاجات دي أكتر. لكن لغاية دلوقتي في أماكن لسه ما فيهاش الخدمات اللي تخلي الناس دي تسكن، عشان كده هنلاقي ناس كتير من اللي قدموا على الوحدات واللي البنوك ردت عليهم واللي ابتدوا ياخدوا الإجراءات بتاعتهم واللي بالفعل بدأوا يدفعوا ولكن لسه لغاية دلوقتي مستلموش، في ناس مش ساكنة يعني في مناطق بالكامل ومشروعات بالكامل رغم ان الحجز بتاعها اتفتح ومعظمها الناس ردت عليه بس ناس مش ساكنة لان المكان بعيد رقم واحد، محتاجين نركز جدا ان يكون في مواصلات للمشروعات الجديدة دي، وخصوصا لما بتكلم مثلا في العبور الجديدة، لما بتكلم في اكتوبر في المناطق الجديدة، المكان اللي هو بعيد عن الزاير الصحراوي او الاماكن الجديدة اللي بره العمار بتاع المدينة او الحي نفسه اللي احنا عاملين فيه، يكون في الخدمات اشتغلت بالفعل. لكن في حاجات لسه ممكن تلاقي 5 سنين و10 سنين لما انت تشوفها يعني تحس كده. فانا بتمنى معاها جنب الاخبار الحلوة اللي احنا بنسمعها، المشروعات الكتير، الاعلانات الكتير، الامل اللي عند كل الناس ان كل واحد يكون عنده شقة، يكون في بس تفعيل للخدمات والمواصلات وكل حاجة عشان الناس تقدر انها تسكن فيها بالفعل. الخبر ده خاص بمدينة اكتوبر، سكن لكل المصريين، وبيقول ان دلوقتي في جاهزية ل 4032 وحدة سكنية في مبادرة سكن لكل المصريين. طبعا بقى محطات الصرف ورفع المية، محولات الكهرباء، كل الكلام ده فيه تشديد عليهم على الانتهاء من الأعمال في أسرع وأقرب وقت ممكن عشان بالفعل يتم التسكين. كمان من أخبارنا شباب الثانوية العامة واللي خلصوا النتيجة لسه مستنيين النتيجة يقدموا في اختبارات القدرات إذا هم حابين يدخلوا الكليات اللي بتحتاج إلى اختبار القدرات، وتم بالفعل فتح باب التسجيل وهيستمر لحد يوم 8/8. إيه هي الكليات اللي بتحتاج اختبار قدرات؟ عندنا كليات الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ودمياط وبنها وبني سويف وطنطا، كليات التربية الرياضية بنين وبنات، كليات التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، أعتقد في تربية موسيقية واحدة بس اللي هي جامعة حلوان وفي الزمالك، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، كليات الفنون الجميلة وفنون العمارة. طيب نكمل معاكم وهنروح لبرضو نشوف بس في الخبر بتاع القدرات. معانا دكتور تامر شوقي، استاذ علم النفس التربوي بجامعه عين شمس. اهلا يا دكتور، صباح الفل. اهلا بيكم واهلا بكل الساده المشاهدين، صباح الورد. انا برحب بحضرتك جدا، ولو اخذنا من حضرتك يعني تفاصيل اكتر عن موضوع اختبار القدرات وازاي هو مهم وبيأهل الطلبه او الطالبات اللي بيقدموا على الاختبار ده للكليات اللي هم حابين انهم يدخلوها. طيب، في الكثير من اولياء الامور لا يعلمون شيئا عن اختبار القدرات، فاحنا بننبه من خلال حضراتكم من خلال وسائل الاعلام. أيوة. ان الطلاب من قبل ظهور نتيجه الثانويه العامه ان في بعض الكليات زي ما حضراتكم تفضلتم وقلتم زي كليات الفنون التطبيقيه او التربيه الموسيقيه او التربيه النوعيه او التربيه الفنيه الى اخره، الكليات دي بتشترط الالتحاق بها ان الطالب يخوض اختبارات القدرات. اختبارات القدرات يا فندم تم فتح باب القبول بها والتسجيل بها من يوم الخميس الموافق 25/7 لغايه يوم 8/8، فقبل حتى ظهور النتيجه لازم ابننا يخش ويسجل ويخش هذه الاختبارات، لان الطالب قد يكون حاصلا على مجموع اكبر من مجموع هذه الكليات فيما بعد ولكنه لم يخوض هذه الاختبارات وبالتالي بيفقد فرصه الالتحاق بها، عشان دي شرط اساسي مؤهل للالتحاق بهذه الكليات. طب يا دكتور معلش يا دكتور انا اسف بس لان بعض الطلبه بيسالوا وممكن يبقى سؤال بسيط بس لازم اساله لحضرتك، ان هو يقدر يدخل مثلا اكتر من يقدم في اكتر من كليه ويدخل اكتر من اختبار في الكليات كلها، ولا الموقع هيسمح له بس بكليه واحده؟ لا، هو بيبقى ليه فرصه دخول اكتر من كليه يا استاذ اسحاق، فبالتالي هنا الطالب بيسجل، بس هنا مشكله لحضرتك الطالب هو ان بيبقى فيها مصاريف، يعني بيبقى فيها رسوم للالتحاق بهذه الاختبارات، فهنا الطالب من حقه ان هو يشوف اكتر من كليه يلتحق باختبارات القدرات بها بحيث ان هو يستوفي هذا الشرط فيما بعد من اجل ان هو يقدم ليها سواء بقى كليه فنون تطبيقيه او تربيه فنيه او تربيه نوويه، عشان احنا خلي بقى حضرتك مش عارفين ابننا هيجيب مجموع كام. وانت عارف الفرق كبير بين كليات فنون مثلا جميله وكليات تربيه موسيقيه، فبالتالي الطالب هنا حق ليه ان هو يخش اكتر من اختبار للقبول باكتر من كليه بحيث ان هو يكون مؤهل ليها فيما بعد ويكون مستوفي هذا الشرط الاساسي.
أنا بتمنى إن بعد كده يبقى اختبار القدرات قبل حتى بداية الامتحانات، يبقى مثلا في الترم الأول من الثانوية العامة، بحيث إن هو يبقى عارف إن هو نجح في كذا وكذا وكذا، ويبتدي يذاكر على هذا الأساس، ويبقى ده تشجيع ليه إن هو يدخل الكلية. مجرد بس يعني فكرة عشان يبقى الطالب حتى يعني مستقر نفسيا إن هو عايز يدخل المكان ده. والله صحيح، في أمنية تانية أنا بتمناها شخصيا من خبراتي خلال السنوات السابقة، إن امتحانات القدرات الصراحة تبقى بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وليس قبل ظهورها. أنا لسه بقول من شوية إن الطالب مش عارف مجموعه، فبالتالي هنا بيخش أكتر من اختبار. فأنا بقول لو الطالب هنا عارف مثلا مجموعه، مثلا جاب مثلا كلية معينة أو كان مجموع كبير أو قليل وكده، إن هو يخش كلية أو اختبارات القدرات الكلية بالنسبة لمجموعه. مجموع بالظبط كده، بدل ما يهدر فلوسه ويهدر وقته في الاستعداد للاختبارات قد لا يتقدم لها ولا يحتاجها فيما بعد، ويذاكر ويدفع وينجح، وفي الاخر خالص يقولوا اسفين المجموع ما مش مناسب. يعني انا بنتي برضك نفسها حصل لها، قدمت في اعلام ونجحت رغم كده دخلت كليه ألسن، فبالتالي الواحد ما يعرفش الخير فين يعني. وبيؤهله نفسيا انهم يدخلوا. بنشكرك جدا دكتور تامر شاوي استاذ علم النفس التربوي بجامعه عين شمس، بشكر حضرتك جدا ونورتنا. بص، الخبر ده خاص بوزاره البيئه بخصوص موضوع السحابه السوداء. السحابه السوداء دي يعني كل سنة في موسم كده بيحصل، موسم الحرق بتاع قش الرز وحطب الذرة، طبعا ده بالإضافة للمخلفات اللي بتتحرق على طول، تلاقي المقالب الزبالة وولع والحرق، وتلاقي بقى يعني هي موسم اسمه السحابة السوداء. فالموضوع صعب جدا كل سنة، ومع التغيرات المناخية كمان اللي بتحصل النتيجة بتبقى أسوأ والأضرار بتبقى أسوأ. يمكن أنا من كام سنة كده كنت شفت في مكان يعني بلد في أرض زراعية تجربة، وأنا بتمنى أن يعني يكون في شركاء لده أكتر وأكتر عشان التجارب دي تعمم، اللي هي فكرة أن أنا لما بستفاد من المخلفات دي أنا بشجع الفلاح، بشجع العامل، بشجع المنظومة كلها بتاعة المخلفات وجمع القمامة. لما أنا بستفاد من الحاجات دي وبجمعها وبسلمها أو بوديها مكان معين بيتعمل لها بقى إعادة تدوير أو استفادة منها بشكل أو بآخر، وباخد على ده عائد، عمري ما أفكر أن أنا أحرقها. يعني أنا في الآخر هوديها وأنا كسبان، فإحنا هي عارفين اللي هي بقى الاتنين كسبانين، أنا كبيئة بحافظ عليها في نفس الوقت باخد المخلفات أو قش الرز أو الحاجات اللي ممكن أستفاد منها في صناعات تانية أو أعمل لها إعادة تدوير، وفي نفس الوقت رحمت البيئة من التلوث، والفلاح أو المنظومة بتاعت جميع القمامة والمخلفات كله بيستفاد ماديا. فيمكن الخبر بس بيتكلم على وزارة البيئة ودكتور ياسمين فؤاد مع بالتعاون مع البنك الأهلي شريك، ازاي ممكن يبقى فيه بس خطوات استباقيه قبل الوقت بتاع السحابه السوداء عشان كم التلوث والاضرار اللي بتحصل للبيئه من الموضوع ده. كمان في بيان رسمي للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بتنعي المتنيح الاستاذ فريد حبيب، وفي البيان بيقول: تودع الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه برئاسه قداسه البابا تودروس الثاني على رجاء القيامه الاموات الارخن المبارك رجل الاعمال فريد حبيب الذي رقد في الرب عن عمر بلغ 92 سنة بعد حياة حافلة بالعطاء للوطن والمجتمع والكنيسة، وحيث استطاع من خلال الشركات والمستشفى التي أنشأها والمؤسسات الخيرية التي أسسها أن يخدم الكل خدمة حقيقية وصادقة، فسدد احتياجات المحتاجين وخفف أوجاع المرضى والمتألمين، وأوجد بيوتا للذين ليس لهم مأوى، وأطعم وعال من لا عائل لهم، وبالإجمال كان عونا وسندا ومصدر أمان لكثيرين من أبناء الوطن. لقد حقق الأرخن المتنيح بحياته قول السيد المسيح: لأنني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، غريبا عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. متى طبعا إصحاح 25. لذا نثق أنه سيسمع مع جماعة الأبرار الصوت الإلهي الممتلئ فرحا: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. ربنا يرحم الأستاذ فريد حبيب ويعزي كل حبايبه وكل أهله وكل ولاده وكل أبنائه في الشركات وفي المستشفى، ونياحة لنفس هذا الأرخن البار. ربنا يعزي كل أسرته، وهو اللي بيفضل للإنسان في الآخر هو عمل الخير والسيرة الحلوة، هي دي اللي بتعيش أكتر من أي حاجة.
نكمل معاكم الأخبار أو نختم بحالة الطقس، ويعني هيئة الأرصاد بتقول لنا في انفراجة، يعني في انخفاض في درجات الحرارة، أو على الأقل هيبقى في انخفاض في فترات الليل، لكن الجو طبيعي جدا عشان ده فصل الصيف، هيبقى الجو حر لكن مش بالشكل اللي شفنا فيه الموجة الحارة المستمرة لفترة طويلة أو لأيام طويلة الأيام اللي فاتت. ففي انفراجة، لكن كمان بتحذر من اضطراب في حركة الملاحة في البحر المتوسط بشكل عام، وبتقول كمان ان ممكن في الحاجات او المدن الساحلية يكون في فرص لسقوط امطار هتكون رعدية، لكن ده على المدن الساحلية بس. في معظم المحافظات هيبقى الجو حر بالنهار، وبالليل هيكون في انخفاض في درجات الحرارة. اكتر ازمة بتتعبنا كلنا هي نسبة الرطوبة اللي بتحسسنا بدرجات الحرارة اعلى من معدلاتها الطبيعية. نشوف درجات الحرارة حالا على الشاشة. ودي كانت أخبارنا النهاردة، ومعانا فقرتين. تحب تقول فقرتين؟ لا لا اتفضل. بأمانة مش ممكن. لا لا اتفضل. طيب خلاص. معانا موضوع عن العلاج بالفن التشكيلي، وإزاي ممكن يكون الفن طريق أو طريقة من طرق العلاج النفسي نتكلم عنه، وبعد الفاصل مباشرة نتكلم على التوقعات. تعرفين أنا لما كنا بنتكلم على موضوع الحمى ده قلت لكم من ضمن المشاكل اللي بتحصل هي فكرة التوقعات. توقعات هي معتبراها ان هي تكون زي مامتها، ومفيش حد يبقى زي مامتك حبيبي. هي متوقعة ان هي تبقى زي بنتها بالظبط، ومفيش حد هيبقى زي بنتك بالظبط يستحملك يعني زي بنتك بالظبط. فالتوقعات، التوقعات في العلاقات، التوقعات في الشغل، التوقعات في كل حاجة بتعمل مشاكل، صح ولا انت بتبصي لي معادي؟ مالك بتقول محدش يستحملك؟ طيب لسه معاكم، فاصل ونرجع تاني. هذا البرنامج برعايه